أدى اليوم الفريق الركن علي محسن الأحمر اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي في مقر إقامته المؤقتة بالرياض بمناسبة تعيينه نائبا لرئيس الجمهورية. كما أدى الدكتور أحمد عبيد بن دغر اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء. هذا وأكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي باجتماع عقده مع مستشاريه أن القرارات التي اتخذها بتعيين علي محسن نائبا له وبن دغر رئيسا للوزراء سيكون لها أثر إيجابي في توحيد موقف الحكومة والقوى السياسية وإظهار رغبتها في تحقيق السلام وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي 2216. سيطرت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على أجزاء واسعة من مديرية الغيل بمحافظة اليوف وتقدمت إلى المناطق المحاذية لمديرية أرحب بمحافظة صنعاء. اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من جهة وميليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى في محيط السجن المركزي جنوب غرب مدينة تعز، كما دارت مواجهات بين الطرفين في المناطق الشرقية من المدينة بعد هجوم نفذته الميليشيات الحوثية. شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع للميليشيات الحوثية في ساقين وحيدان واللواء 131 في مديرية كتاف ومنطقة آل الصيفي بمحافظة صعدة بعد ساعات من خرق الحوثيين للتهدئة في المناطق الحدودية. كما عاودت مقاتلات التحالف استهداف مواقع وتجمعات لمسلحي تنظيم القاعدة في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. أعلنت البحرية الأمريكية ضبط شحنة أسلحة في بحر العرب يرجح أنها كانت في طريقها إلى اليمن. وقالت البحرية في بيان لها إنها اعترضت الاثنين الماضي شحنة أسلحة مخبأة على متن مركب شراعي صغير، واحتوت الشحنة آلاف الكلاشينكوف وقذائف الأربيجي، وأطلق سراح بحارة القارب بعد مصادرة الأسلحة. نجا نائب مدير أمن محافظة أبا العقيد عبد الفرحان من محاولة اغتيال ظهر اليوم بعد انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته بمدينة أب.